الأحبة الأكارم من ديوان عام آل ضيف بالعثمانية بدعوة طيبة مباركة من أستاذ الأجيال الأستاذ عثمان وبركة الأجيال الأستاذ ممتاز وخالنا الفاضل الحاج عاطف شقيق العريس في حفل زفاف خالنا العزيز الحاج رمضان شقيق العريس في حفل زفاف الأستاذ حسين محمد عبد الله وأيضا بدعوة كريمة من عم الحاج أحمد عبد الرحمن والأستاذ نشأت وكل الحاضرين. في ليلة طيبة مباركة وهي ليلة الجمعة، لحظاتها طيبة والناس تعودوا الفرحة فيها، أسأل الله أن يجعل أيامكم كلها أفراحا وأن يجعل لياليكم كلها ملاحا وأن يجمعنا دائما في المسرات. تحية مباركة طيبة لشيخينا الكريمين فضيلة الشيخ عثمان عساكر وفضيلة الشيخ قاسم الطبلاوي، وكل الشكر للحضور. من جميل ما يذكر في سيرة نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى صلوات الله وتسليماته عليه أنه هو الإنسان الكامل المكمل المكتمل، وعصمة رسولنا خاصة له بمفرده، والله يعصمك من الناس، وهناك عصمة هداية وهناك عصمة حماية. أما عصمة أمتنا دائما تكون في اتحادها في اعتصامها بحبل ربها، أن تنصهر الأمة كلها في بوتقة واحدة فتصبح يدا على كل من عاداها. أما التفرق فهو شؤم، والتفرق خيانة، والتفرق يفضي إلى الانهزام. إذن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان صورة للبشر الكامل في عالم الرجال، أما ابنته الزهراء فاصطفاها الله عز وجل وجعلها صورة للبشرية الكاملة المكملة في عالم النساء، لذلك اختصها حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكثير من النفحات، فهي أم أبيها وهي ريحانته، وكان يقول في رضاها رضاي وفي سخطها سخطي، يريبني ما أرابها، وإذا رآها مقبلة إليه وقف احتراما لها وقبلها على جبهتها المضيئة، وهي كانت أيضا تعشقه، فهو والدها العزيز ووالدها الكريم الفريد في أخلاقه. فلما بلغت سن الشباب بدأ الخطاب يسعون إلى بيت أبيها، الكل يمني نفسه أن يحظى بشرف أن تكون عروسة وأن تكون زوجة له. كثر الخطاب وحدثت النفوس أصحابها، فجاء الصديق يطلبها لنفسه، ومن بعده أقبل الفاروق وعمر يطلبها لنفسه،
مع الضغط الشديد لهؤلاء جميعا مع احترامهم جميعا، إلا أن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعلل معتذرا بأنها ما زالت صغيرة، بأنها ما زالت صغيرة، نوع من تقدير المسؤولية ورفع الحرج عن الناس، لأن مسألة فاطمة مسألة يتدخل فيها الرب جل وعلا. اصطفاء. فجاءت امرأة أنصارية تسعى إلى سيدنا علي بن أبي طالب وقالت له: يا علي، ما الذي يؤخرك حتى هذه اللحظة؟ قال: ماذا تقصدين يا أمة الله؟ قالت: أن تتقدم لخطبة ابن عمك. أيوجد أحدا يشبه فاطمة؟ أنت ترى أن الخطاب طوابير أتوا من كل صوب وحدب، زرافات ووحدانة، ألا تتحرك يا رجل؟ أنت مستني أطير منك ونقعد نبكي بعد كده؟ هو قال: يا أمة الله، يعني من يخطب الحسناء لم يغلها المهر، أنت عارفة موضوع الجواز ده عايز مصروفات وفيه صداق وفيه مهر وفيه وفيه، طب أنا ظروفي محدودة وهذه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب أنا هروح أقول إيه؟ يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. قالت: يا رجل، أو تظن أن ابن عمك سيخزلك؟ أنت أولى بها، وأنت اعتدت منه الكرم دائما، المهم أن تلحق، المهم أن تتكلم، المهم أن تصل إليه. إن كنت خايف من التصريح ادي تلميحات، أومئ برأسك. رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده مسألة الكشف. أخذت هذه الأمة الأنصارية ترفع من معنويات علي بن أبي طالب وتساعده أن يذهب ليظفر بالزهراء. خد بعضه راح يقدم رجل ويأخر رجل، مكسوف يملأه الحياة، حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل بعض الخصائص والفرائض التي لم تتاح لأحد من العالمين. أعطاه الفراسة، أعطاه كشف جانب من الغيب، أعطاه ألا يكون له ظل، أعطاه أن يرى من خلفه كما يرى من أمامه، أعطاه نعمة أن يكون أنور المتجرد، ما كشف جزء من أجزاء جسد النبي إلا وشع منه النور، فلا تتمكن العيون من كشف الجسد الشريف. أجمل منك لم ترى قط عين، وأعظم منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن جلس، حضرة النبي كان في انتظار، هيبص فيها يعرف إيه المطالب وإيه المقصود، ها وعايزين. سيدنا علي خجول بطبعه، حيي بأدابه، فجلس صامتا ساكتا، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة العارف الواثق الفاهم لما جاء في هذا الوقت والمقصد من زيارته وما هي الكلمات التي على طرف لسانه. مرحبا يا علي. أهلا وسهلا يا رسول الله. إيه عامل يا علي؟
نحمدوه يا رسول الله. ويسكت سيدنا النبي، علي مش قادر. سيدنا النبي يخفف، يقطع الصمت. كويس علي يقول الحمد لله يا رسول الله. موضوع طول. سيدنا النبي قال له: ما الذي جاء بك في هذه الساعة يا ابن العم؟ يعني طأطأ رأسه إلى الأرض وتفصد جبينه عرقا شدة الحياء وسكت. رسول الله عايز يفتح له يعني شراعة كده ولا نافذة خليه يخطي لقدام وينطق: أتريد شيئا يا علي؟ عايزك طيب يا رسول الله، يكون نفسك بحاجة. الحمد لله على كل حاجة يا رسول الله. يا ابن الحلال انطق، جياش مكسوف، الحياء عقد لسانه. فقال له النبي: ألم تجيء لتطلب يد الزهراء؟ يعني الآخر كده هنختصروا مع بعضينا يعني. فقال: نعم يا رسول الله، ولكن والله حيائي يمنعني، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. قال: وما الذي يشغلك؟ قال: المهر والصداق يا رسول الله. ده موضوع سهل خالص. أولم تكن عندك درعا يا علي؟ قال: وما زالت موجودة يا رسول الله. خلاص انتهت والقناة. غدا إن شاء الله نصلي العصر سويا وأحضر معك تلك الدرع وأنا سأنادي عليك. قال: على بركة الله. ثم ربط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على كتف علي وقال: يا علي، جاءني الأمر من العلي يقول لي: زوج خير النساء لخير الرجال، زوج الزهراء لعلي الإمام. والله يا ابن العم لو لم تخلق ما وجدنا كفءا نزوجه فاطمة الزهراء. إذن هذا اصطفاء إلهي، اختيار علوي رباني بهي كريم. جاء عصر اليوم التالي، وصل النبي إلى المسجد النبوي الشريف أو المكان الذي يجتمع فيه مع أصحابه، وأقبل سيدنا علي وفي يده الدرع، واجتمع المسلمون. بعد الصلاة جلس النبي على درجة الأولى من منبره الشريف ونظر إلى الحاضرين وكلهم حضور. قال: هاتها يا علي. فمد علي الدرع فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذه درع علي. قال: نحن نعرضها للبايع، فمن يشتريها؟ مفاجأة، صاحب الدرع موجود، ولم البايع؟ وهي أثمن ما يمتلك الإنسان، ولها سمعة طيبة وعراقة أصيلة وتغري. فقالوا: ولما؟ قال: ليجهز منها لزفافه بفاطمة الزهراء. من يشتريها؟ كانوا أهل خير وإقدام وتقدير وإكرام. فوقف سعد ابن عبادة سيد الخزرج أحد السادة الأماجد من الأنصار وقال: تلزمني أنا بالسعر الذي تطلبه يا رسول الله لنساهم مسألة المهر والحاجات دي، أنت بس يعني أطلب وإحنا النفس. فوقف العباس عم النبي رضي الله عنه وقال: بارك الله فيكم جميعا وبارك الله في أخي سعد بن عبادة، ولكن علي ابن أخي والزهراء بنت ابن أخي وأنا موجود، وهذا رجل مليونير، أنا أخذ الدرع يا رسول الله.
فجلس سعد في سلم أقرب من سلم، وأموال سعد لا تبلغ ثمن ما يمتلكه العباس، أشهر المرابين في التاريخ. ها يعني رجل معروف يمتلك. قدروا سعر الدرع وأمسك النبي بثمن الدرع وأعطاه للفضل بن عباس وقال اذهب فجهز ما يلزم. التجهيز اللي كان مطلوب العفشة. طب ايه المطلوب في العفشة؟ ان تشتري حصيرا للعروسين ومرتبة من ليف حشوها سعف النخيل، ووسادة من ليف حشوها سعف النخيل، وصحفة ميركسي، وقعب لتخزين الماء، ورحى. ده كل أساس عفش الزوجية لسيدة نساء العالمين وابنة سيد سادات صلى الله عليه وسلم. جهزوها، امسكها النبي الأكرم من يده وذهب بها ليسلمها لعريسها علي. فحملها علي بين يديه وابتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال قتل الحلال أنف الغيرة، قتل الحلال أنف الغيرة. وتم الزفاف السعيد. ما أحب أحد أحدا كحب علي لفاضل. يقول أنا لا أذكر أنني أعطيتها ظهري أبدا. شوف الأدب والإجلال والاحترام وصل لغاية فيه. وكان يغار عليها حتى من عود الأراك ويقول إن كنت مكتئبا ورأيتها فرج الهم والكرب. شوف الأرزاق